يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخذ الشاهد أجرة مركوب إذا كان يتأذى بالمشي فإنه جائز كما ذكره المؤلف. السؤال: هل يدخل في ذلك أجرة الفندق إذا كان الأمر يستلزم مبيتا في غير بلده؟ هل إيش؟ هل يدخل في ذلك أجرة الفندق إذا كان الأمر يستلزم مبيتا للشاهد في غير بلده؟ إذا كان الشاهد ما يستطيع المبيت ولا يباح له أنه يسكنها صاحب الحاجة إذا كان ما يستطيع، هو هذا اللي ما يستطيع أجرة الركوب. نعم، كذلك اللي ما يستطيع أجرة الفندق. نعم.